دوايت تتذكر في الدوري الانجليزي يمكن تلعب بيج سام ألادايز، المدرب اللي كل ناس كل فريق يبغى يهبط يجيب هذا المدرب يخليه يتفادى الهبوط ينجح. اليوم في السعوديه في واحد اسمه بن زكري مدرب ايطالي، كل ما فريق يبغى يعني يقترب من الهبوط يجيبونه وينقذهم. في رابط بين انه في مدرب فعلا يجيد خطه الطوارئ، خطه الازمات هذه؟ هل فعلا هناك مدربين متخصصين في هذا الشيء؟ Yes, well, some coaches are very specialized. نعم، بعض المدربين يتخصصون في بعض الأمور. تذكر في عندما كنت في إنجلند، ألادايز كان مختص عندما يكون الفريق في وضع سيء، وغالبا ما يكون هو دائما المدرب أو هناك مدربان يمكن أن ينقذوا الفريق. زكري وزكري هو من هؤلاء المدربين، وبالتالي هو مع يعرف جيدا الدوري السعودي، هو له خبرة طويلة والكثيرون يعرفونه، وقد احتفل الكثيرون بقدومه، وبالتالي هذا أمر مذهل للغاية. فهو طبعا شخصية كبيرة، أعتقد هو قام بالخطوة المناسبة لأنه يفهم جيدا الدوري السعودي، ولديه أيضا المعرفة أيضا، وقد حقق ذلك من قبل، ويبدو أنه المدرب المناسب، ومع الوقت سوف يثبت جدارته.